السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو الفيديو ده ان شاء الله اشرح فيه اخر مسألتين في الشيت، يعني معلش لو طولت ان انا انزلهم عليكم. يعني نشوف مسألة 16 بتتكلم عن ايه. يعني فكرة المسائل اللي زي دي بيبقى فيه فرضية معينة، يعني في هم مثلا بيبقوا بيفترضوا مثلا ده المين مثلا بتاعي هيبقى 15 مثلا، وانا بقى اخد الفرضية دي واعمل تشيك عليها تيست، يعني هشوف الفرضية دي صح ولا مش صح. بس هي دي الفكرة. فبعمل بقى التيست بالزد ديستريبيوشن او بالتي ديستريبيوشن على حسب بقى، يعني بعمله بالزد لو كان السيجما معايا البوبوليشن، بعمله بالتي لو كانت السيجما unknown فهستخدم السامبل ستاندرد ديفيشن. وعندنا نوعين من التيست، يا اما تو سايدد يا اما وان سايد. هي دي الافكار بتاعته. يعني احنا هنا الافكار مثلا تعرفوا الالفا، الالفا هي عبارة عن ايه؟ عشان لما تجيلكوا مثلا بكذا صورة تعرفوا ان دي الالفا، يعني بيتقال عنها significance level، بيتقال عنها زي ما هنشوف دلوقتي في السؤال الاولاني type 1 error. تمام كده، تعالوا نشوف السؤال الأولاني. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إن عندنا الـ average lifetime لـ certain tires اللي هو الإطار العربيات كده، بيقولوا 28,000 ميلز. تمام، فعايزين نعمل تشيك بقى على الكليم ده. فبيقولوا إيه؟ هناخد 40 سامبل، فلقوا إن المين lifetime ليه 27,463، والسامبل ستاندرد ديفيشن مدياني ايه 1,348. يبقى هو مش يعني هو مديني الاس مش مديني السيجما، يبقى انا كده هستخدم خلاص التي ديستريبيوشن. بيقول لك ايه؟ شوف بقى كده التشيك بتاعك دوت، لو البروبابيلتي اوف ا تايب 1 ايرور از تو بي ات موست 0.01، يبقى ده مين؟ ده كده الألفا. يعني بيقول لك إن الألفا بتاعتنا أقل منها ويساوي 0.01، فأنا هاخدها إيه؟ هجيب الفاليو عند 0.01 وهتشيك بقى الموضوع ده. يبقى أنا دلوقتي عندي الـ N بـ40، عندي الـ H نوت الفرضية بتاعتي إن الميو 28,000، عكسها إن الميو لا تساوي 28,000، يبقى أنا كده إيه؟ شغالة بتو سايدد. عندي السامبل مين وعندي الاس وعندي الالفا، هروح اجيب التي فاليو عند النيو اللي هي ان ناقص 1 39، وعند الالفا على الاثنين عند ال 0.005. فاروح للتيبل، هلاقي ان التيبل هنا، هلاقي هنا عند التيبل ده مفيش 39، عندي من 30 ل 40. هنعمل ايه؟ هنقول 39 ناقص 30 على 40 ناقص 30، دي كويا من يوم 39 عندها تي اللي انا عايزاها، 30 عندها ايه؟ نروح كده نشوفها في التيبل 30، وهنا بنتكلم في الرقم ده الالفا اهي، يبقى عند 2.75، عند ال 40 2.704، ونعوض ونجيب ال T. تمام، مجهول واحد هنا كده ال T، نجيب ال T طلعت 2.7086. تمام، يبقى أنا معايا ال T value وعند الألفا على الاتنين، أروح أجيب ال T observed للفرضية بقى دي، أعوض بال X bar اللي عندي والميو اللي هو عايزه، اللي هو يعني فرض ان هو المفروض يبقى كذا على اس على جذر 2 على جذر ان، يطلع معايا نيجاتيف 2.5. فهلاقي ان التي اوبزرفد اكبر من نيجاتيف فاليو للتي عند الالفا على الاثنين. يعني لما نيجي نبص للرسمه كده هلاقي هنا ايه؟ نيجاتيف تي الفا على الاثنين، وهنا تي الفا على الاثنين، هلاقي التي اوبزرفد هنا يعني جوه الفتره بتاعتي. يبقى أنا كده هعمل إيه؟ هعمل accept H note with 1% significance level.
طالما هي جوه الرينج عندي، لو كانت بره هعمل ريجكت للفرضية دي. آخر مسألة معانا بيقول لك يعني عندهم ايه specifications للريبون كول meaning breaking strength 180 pounds. هم عاملين ده الفرد برضو بتاعهم، بيقول لك ايه عملنا selected ل 5 pieces والمين بريكنج سترينث ليهم 169.5 والستاندرد ديفيشن للسامبل برضو 5.7، يبقى هو مديني الاس. بيقول لك تيست الهايبوثيسيس ان الميو 180 اجينست الفرضية التانية بقى، يعني عندي واحدة ام الميو ب 180 والميو بأقل من 180، وعمل تيست بقى عند ايه؟ عند 0.01 ليفل اوف سيجنيفيكانس، وقال لك اسيوم ان البوبيليشن ده ايه نورمال. يعني هو لو ما قالش اسيوم ما ادانيش الجملة دي، انا احطها في الاجابة. ليه هحطها في الاجابة؟ لان الان عندي بخمسة، الان عندي اقل من 30، فانا لازم يعني اكيد لازم البوبيليشن ديستريبيوشن يكون نورمال، غير كده انا مش هعرف احل. يبقى عندي الان، عندي الفرد الاولى الميو ب 180، التانية ميو اقل من 180، عندي الاكس بار، عندي الاس، الفرق بس عندي الالفا، الفرق بس عن السؤال اللي فات ان هشتغل ايه الوان سايدد، الوان سايد التي تيست، علشان انا عندي الميو اقل من 180 مش لا تساوي ال 180، يعني مش اقل من او اكتر من ال 180، لا انا عندي يا اما الميو 180 يا اما اقل من 180، لكن السؤال اللي فات كان الميو 28000 او الميو لا تساوي 28000، سواء بقى اقل منها او اكتر منها. انا عندي كده وان سايد، بروح بعمل ايه؟ بجيب بقى التي عند النيو اللي هي ان ناقص 1 اللي هي 4، وعند الالفا، مش عند الالفا على 2، عند الالفا. فهدخل التيبل بالاربعة و 0.01 الاربعة و 0.01 يبقى هو الرقم ده 3 7 4 7، يبقى ده التي بتاعتنا عند الالفا. نروح نجيب التي اوبزرفت نعوض، هنلاقيها نيجاتيف 4.119، هلاقي ان التي اوبزرفت اقل من negative value ال T alpha، فلاقيها ان هي بره الرينج، فانا هعمل reject لل H note، وان كده ال mu فعلا هتبقى اقل من 180. كده خلصنا، واشوفكم على خير كده ان شاء الله، وبالتوفيق في الامتحان. ولو يعني اي حد حاب يسأل اسئلة قبل الامتحان بعتولي على الايميل السؤال اللي انتم مش فاهمينه مثلا، وانا هحاول كده على قد ما اقدر يعني لو اشرح لكم في الايميل او احله مثلا وابعته لكم ايا كان يعني. فنشوف كده ان شاء الله، احاول على قد ما اقدر يعني ارد على الاسئله كلها تبعتوها.